لها لهذه الشعبة التي تعتبر من بين الشعب الرائدة في الصناعة الجزائرية، والتي استطاعت إنتاج 3.5 مليون طن من هذه المادة، أي بنسبة 10.8% من إنتاج الدول العربية، بعد ارتفاع إنتاجها بمقدار 16.4% في سنة 2021، وتصدير ما يقارب 500,000 طن من الحديد والصلب والخرسانة وأسلاك الآلات والحديد المسطحة، وهذا ما يحفزنا أكثر من أي وقت مضى على رفع إنتاجنا الوطني من الحديد والصلب، بعد تصنيف بلادنا ضمن ثالث أكبر منتج عربي للحديد بعد كل من جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية. هذا وكشف زغدار بلغة الأرقام عن حصيلة إنتاج كل من مركب الحجار ومركب بلارة وتوسيالي، بالإضافة إلى قيمة صادراتهم بالعملة الصعبة. وتقدر نسبة الإنتاج المركب 800,000 طن من المواد الحديدة المسطحة والطويلة والحديد الخرسانة والأنابيب وغيرها، وحاليا نراهن على إطلاق الشطر الثاني إن شاء الله لمخطط الاستثمار الذي لا يزال عالقا ومتضمن تحديث وتجديد المولدات ووحدة الأكسجين واقتناء معدات خاصة بسلسلة الإنتاج لتمكين المصنع استعادة قدراته التنافسية وتجاوز عتبة 1,200,000 طن سنويا إن شاء الله. كما لا يفوتني أن أنوه بالقدرات الإنتاجية لمركب بلارة لصناعة الحديد والصلب، وهو نموذج ناجح للشراكة العربية التي جمعت ما بين البلدين دولة قطر والجزائر، التي جمعت بلادنا مع الشريك القطري بحيث سجل هو الآخر نسبة إنتاج 250,000 طن من منتجات الحديد وعائدات قدرت ب 220 مليون دولار لسنة 2022، على غرار مركب الحديد والصلب لتوسيالي بولاية وهران الذي بلغت نسبة صادراته أكثر من 571,000 طن من المنتوجات الحديدية. وأضاف زغدار تأكيده على الثروة الباطنية التي يحتوي عليها منجم غار جبيلات، مضيفا أن الجزائر ستتحول خلال سنتين إلى بلد مصدر في مادة خام الحديد، داعيا المهنيين إلى تكوين تكتل لمنتجي شعبة الحديد والصلب. لا يفوتني أن ننوه بالثروة الباطنية المعتبرة التي يسخر بها منجم غار جبيلات المعول عليه باعتباره مشروع ضخم لتنمية الصناعة الحديدية والصلب، وواحدا من أكبر المناجم في العالم، بحيث قدرت احتياطاته أكثر من 3 ملايير طن. هذا المنجم الذي يدخل مرحلة الاستغلال بحيث بلغت طاقة إنتاجه ما بين 2 و3 طن من خام الحديد، والتي سوف ترتفع في المراحل القادمة إن شاء الله. ما زلنا نستورد في هذه السنوات، ولكن بعد سنتين سوف نصبح دولة مصدرة لهذه المادة، مادة الخام الحديد. وعليه وفي هذه بهذه المناسبة أحثكم وأشجع على المضي قدما في تكوين تكتلات مهنية مختصة ومتكاملة من المنجمين أو التكنولوجيين. نحن نبني كل الشعب على أساس تكتلات، أي ما يعرف بالكلوستر، واليوم هو أول تجمع لهذا الحديد والصلب، وإن شاء الله سوف يعرف إنشاء أول تكتل في الحديد والصلب.